الآن ننتقل إلى مراسلنا خليل الجبير من قصر المربع في الرياض. إليك خليل. هلا دكتورة طرفة، أول شيء نرحب فيكم، نرحب المشاهدين الكرام، وكل عام أنتم بخير وعيدكم مبارك. والله عيد علينا على الأمة الإسلامية ونحن بأمن وأمان. وأول شيء نبارك خادم الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بمناسبة هذا العيد، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله وأدام الله علينا هذا الأمن وهذه الأفراح بإذن الله دائما وأبدا. دكتورة طرفة، نحن متواجدون في قصر المربع، هذا المكان التاريخي الأثري الجميل الذي يقع في وسط منطقة الرياض. هذا القصر دكتورة كان بالأمس واليوم تشارك فيه العرضة السعودية، وهي من أهم العروض التي تقدم في عيد الفطر المبارك لأهمية هذه العرضة لدى الشعب السعودي بشكل عام. قبل قليل شاركوا رجال العرضة السعودية بتقديم هذه العرضة الجميلة، استمتع المشاهدين، استمتع الحضور هنا بهذه العرضة، وشارك بعض منهم في العرضة السعودية. دكتورة لعلنا نبدأ بداية مع من هم أهم في هذا العيد، وهم الأطفال الذين أتوا إلى هذا المكان حتى يستمتعون باحتفالات العيد، احتفالات العيد في منطقة الرياض وفي مدينة الرياض تحديدا. أول شيء نبي نتعرف عليكم، شو اسمك؟ ليال. الله يا ليال. ليال كيف العيد؟ حلوة. حلوة، إيش تقولي؟ تقولي مين العيد؟ تقولي مبروك العيد مين؟ مين؟ ماما بابا؟ إيش اسمك حبيبتي؟ راند. إيش؟ راند. ارفعي صوتك. راند. ايش تقولين في العيد؟ كل عام انتم بخير. انتم بخير، حلو. انت ايش اسمك؟ عايشه الحالي. ايش تقولين بالعيد؟ كل عام انتم بخير، كل العايدين للفايزين. جيتي مع مين هنا؟ مع امي وابوي. كيف العيد؟ كيف شفتي العرضه؟ حلو. عجبتك؟ وين بتروحون بعد شوي؟ على الالعاب. الدكتورة هذه تعبيرات الأطفال الجميلة التي كانت مناسبة العيد. بمعنى أحد الشباب، تعال خلينا نتعرف على اسمك. أنا اسمك سعود. سعود، كيف تشوف العيد يا سعود؟ لا والله ما شاء الله، يعني شيء كويس وكذا. وين رحتوا؟ ما والله جينا هنا نستمتع وكذا. ما أمس ما طلعتوا، ما رحتوا مكان؟ لا والله. كيف شفت العرض السعودية؟ ممتاز والله، فرحنا وكذا. وين بتروحون؟ بتكملون عيدكم وين ان شاء الله؟ لا ان شاء الله هنا ان شاء الله. كيف الالعاب الناريه؟ كيف الفنون الشعبيه؟ رحتوا الفنون الشعبيه؟ لا والله ما رحت. لا. طيب يلا روحوا. ايش اسمك حبيبي؟ عبد الملك. عبد الملك، ايش تقول بمناسبه عيد عبد الملك؟ كل عام وانت بخير. يعطيك العافيه. دكتورة هذه تعابير الأطفال في مناسبة عيد الفطر المبارك، ونحن متواجدون في قصر المربع بوسط منطقة الرياض. لعل بعد قليل ستبدأ العرضة السعودية مرة أخرى وستقدم هذه الفنون الشعبية. دكتورة العروض في مدينة الرياض منتشرة في جميع مناطق، في جميع مدينة الرياض، في شمال الرياض وفي غربها وفي شرقها وفي جنوبها، جميع الأماكن في الرياض تشاهد هذه الفعاليات. قامت أمانة منطقة الرياض بدور كبير في مناسبة العيد، وستستمر هذه الفعاليات بإذن الله لمدة 3 أيام بمشيئة الله. شكرا لك مراسلنا خليل الجبير، يعطيك العافية.